أهلا بكم. أنهت السوق القطرية اليوم تعاملاتها في المنطقة الخضراء على ارتفاع بأربع أعشار النقطة المئوية عند مستويات 9570 نقطة، وسط أحجام للتداول بلغت 4770 سهم، وقيم للتداول تجاوزت 160 مليون و 487 ألف ريال. بالنسبة لأداء القطاعات، فقد تصدر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية التراجعات، بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس الارتفاعات. أما عن أداء الأسهم، فقد جاء سهم الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بأكثر من 4%، وتصدر الأهلي أكثر التراجعات ب 6.92% في المئة. سهم كيو أف بي تصدر الكميات بأكثر من 936 ألف سهم، وتصدر سهم المصرف قائمة الأكثر نشاطاً بالقيم بأكثر من 47 مليون و 62 ألف ريال.